صباح النور. هذا اللي كتشوفوه فين كاين واحد لونتين فوق في الراس ديال ديك الكوديا، سي الشرف اللي سبق لي درت واحد لا فيديو عليه. دونك اليوم ماشي الوجهه تما، مي غادي نمشيو للنوينويش. الانطلاقة كانت من مسجد بالقرب من مسجد محمد الخامس بمنطقة إيبيريا، وهاد البيس اللي كنشوفوه هذا 14 كيوصل لتما، يعني التيرمينوس ديالو تما. با تقريبا لي بيس كاملين اللي كيدوزو في طال، ماشي كاملين مي واحد النسبة كبيرة كلهم كيدوزو لمنطقة إيبيريا. وهذا الطريق اللي انا فيها يا اللي كتبان لكم دابا انا في اتجاه المعاكس، من الجهه تقريبا ديال بنك المغرب ديال مدينه طنجه. اذا ارميتي العين ديالك للامام تقريبا غادي الحد ديال البصر غادي يكون هو هذه العماره اللي كتبنى، راه هي امامنا. وهاد الكوارث الاسمنتيه اللي كنعتبرها انا شر لا بد منه، لان دائما في المركز ديال المدن الارض القيمه ديالها كتطلع، وبالتالي ما كتبقاش امكانيه ديال التوسع الافقي، كيولي التوسع العمودي بحال هذه اللي كنشوفوها. ها هي راه غاديه وباقى القروه تما. دونك قلت التوسعين الافقي كيكون في فين كتكون الارض باقا رخيصه، والعمودي العكس مي كتغلى الارض كيولي المتر كاري غالي بزاف. اذا باش نرخصوه كنبنيو عماره. طبعا ماشي غير اجي وبني عماره، راه كاين مناطق اللي هي مناطق خاصه بالفيلات، مناطق فيها غير جوج طوابق، مناطق لا يرخصوا، وكاين مناطق اللي هنا واحد المنظر معلوم من الصدف اللي صادفنا عملية تنقية ديال المجرى المائي اللي كيقطع مدينة طنجة، تقريبا المنطقة ديال الشارف ومنطقة بني مكادا كل شيء كيخويو في هذا المجرى هذا. وكنظن هذه عملية كان لا بد منها، لأن الروائح الكريهة بون الصورة ما تنقلش الروائح، ولكن حنا كنشموها. الو تيلا طاحت الشتاء ولا جات شي امطار ولا هذا، هو كان المفروض هذا خصو يتغطى. والمكان ديالو هو داك هذا المكان اللي كناخذ منه الصور، وين هو هذاك اللي مغطي ديك لابارتي اللي مغطيها. وهذا الواد هذا هذا المجرى بون هذا المجرى وراه دايز تحت هذا الرومبوان وخارج تقريبا كيخرج حدا هيلتون، ولكن مفروض ان في وقت معين راه خصو يتغطى لان كتنبعث منه روائح سهل واد الحار بيان سور. والمكان هذا هو المكان الباحه ديال الاستراحه ديال عمالنا، واللي كنعتبرهم انا سفراء المغرب في الخارج. يمكن يعطيو صوره ايجابيه وكاين اللي غادي يعطي صوره سلبيه. اذا هنا العمارات وهذه من الظواهر الصحيه، تشوف بنادم كيمارس الرياضة هذا معيار ديال التقدم ديال الشعوب، ماشي العمارات. لا أنا كنظن السلوك
والممارسات اليوميه ديال المواطن هي اللي كتعطيك درجه يعني مجتمع واش اصبح مجتمع راقيا ولا باقي في القرون الوسطى. حنا مع الاسف عندنا لي دو، كاين المظاهر ديال الرقي من حيث الشكل، يمكن نلقاو مثلا حنا حدانا القطار السريع، حدانا الفنادق المصنفه وعلامات التشوير، يعني شكلا ما عندي ما نقول، ولكن في بعض الاحيان كتشوف هنا دابا على سبيل المثال هاد لابلاك هادي، يلا اعطيني تفسير كيفاش ولات بهذا الشكل هذا. دايز واحد ولا عشرة الشباب ولا يلا نعوجو هذه، ما نعرف شنو عنده واش كيدور في الدماغ ديالو الله اعلم. العيب دمان وهذا تحميل المسؤوليات سهله، يمكن لوح ما لقيت لمن لوح الدوله. الدوله راه دائما هذا المفهوم، هذا مفهوم غامض. شنو هي الدولة؟ شنو هي؟ شنو كنقصدوا بهذه الدولة؟ واش الأرض؟ واش الشعب؟ واش الجهاز الحاكم؟ لمن؟ اللي كيقولوا الدولة ما كتبقى المسألة ما واضحاش. الحق كاينة واحد الجملة كتلخص هذا، خلاص كتعرفوه هذا ياك؟ ها؟ سميتو سيليسيون، واش سوليسيون ولا سيليسيون؟ لاش كيصلح؟ التشمكير. احنا في مظهر من المظاهر ديال التخلف. انا نقول هادو بارتي دي بيكالا سوليسيون، حل لحل مشاكل. كنا كنعدو بارتي ديال بيكالا، اصلا راه مديرو البارتي ديال بيكالا، يعني البياسال ديال البشكليطات. حلول حل كاين فيه ماده كيتفاعل معها الجسم ديال الانسان وكدوخو، دونك كيتشرى كيتشرى باش يدوخ. ديال هذوك لي بتيت زومبول، هذوك فيهم شي غاز ولا شي شي روينه. شوف هادو ديالاش مخدر، قال لك يجي دابا من لاشين كيتصنع فيه دي غاز، هذا كيضحك، هذا كيبكي، هذا كينرفز، هذا كي تي جي في ال جي في. اسمحوا لنا الاخوان، راه كندردشوا مره مره وكنبقاو ندخلوا وخرجوا في الهضره. المهم مدينة طنجة كترحب دائما بالزوار ديالها، اللي بغى يجي مرحبا به، بلادو هادي. اشنو يجيب معاه؟ الحبة، يجيب معاه الفلوس ياك. اما غتجي تشمكر ما والو، راه كاينة عندها الشمكرة ديالها. ايوا الا عندك الفلوس صحاح. انا انت مظهر من المظاهر ديال دي جون بغاو يقطعوا الطريق وقطعوها بك ديفيكولتي، ورجل الامن هو باقي حنايا لو ريسبي ماشي حتى حيت رجل الامن ولا راه حداه وما احترموش شيء. اذا محطة هادي راه سبق لي درت واحد الفيديو فيها من الداخل، محطة في المستوى الأصالة والمعاصرة. انتم كتشوفوا هذه لابارتي القديمة، هذه ولابارتي الجديدة اللي هي لا من حيث الشكل هذه مزيونة. هذه شكون علاش بدينا الهضرة؟ بدينا الهضرة على السيدة، مكاينش شي تقاليد لا كونسوماسيون. هادي لا هادي المكان هذا لا بارتي فيه لي زوتيل، ايبيس، هيلتون، سيزار، سميات لعله كترضى، كلشي موجود. وهاد العماره اللي على اليمين هي المعروفه بالبيزنس سنتر، دونك لي بلاك انتما كتشوفو، دي كافي، دي ريستورون، فيرتور بروشين. دونك طنجة كتحرك،
المغرب كيتحرك الناس ديالو خصهم يتحركوا، خاص الخدمه، المغرب خصو الخدمه، خصو اللي يخدموا ماشي اللي ياكلوا. يا كاز دي حسن، الرساله واضحه ياك، ولن اطيل عليكم. ها هو عود رويال توليب. الوجهه ديالنا حنايا بحق هذا ما يعني واحد لو باساج كان اوبليغاتوار، لان المكان اللي غادي نمشيو ليه هو معروف بنوينويش. منين جايه هاد السميه ما نعرف، نخلي لي طونجير ويعطيونا التفسير ديالها في لي كومونتير. ولكن هذا المكان هذا انا كنعقل عليه في 79، هنايا كانوا دي كانوا دوك اش كيتسماو دوك البساتين الصغيوره، كانت فيها لي زارتيشو داك شويه الخص شويه الجعده خزو يعني، او الجزر باللغه العربيه، بطاطيس وكذا، ولكن الخضر كانت كتزول المدينه، ولكن كانت الساكنه قليله. ما دابا دابا طبعا هذا الشيء كامل تبنى، كل شيء عمارات، كل شيء، ولكن احنا بدينا كنخرجوا شويه من وهنا كاين واحد الواد، وهذا الواد هو اللي كيجي من المنطقه الصناعيه مغوغه، وكان معروف بانه كيجيب الملوثات ديال المنطقه الصناعيه وكيخويها في الشاطئ. وهذاك هو اللي كان دافع وراء انشاء واحد المحطه ديال المعالجه اللي هي موجوده حدا المرسى الجديد ديال الصيد البحري. وهاد البنايات هذه اللي كنشوفوها امامنا، هذه البدايه ديال طنجه الباليه، يعني فين غادي هاد السياره اذا تبعناها غادي نخرجوا في طنجه الباليه. اي ياستا، دونك نتوقف هنايا حتى نوصلوا للاعالي. اليوم الرؤيه ماشي حتى لتما بحكم ان الدنيا مسحبه، وكاين شويه بحال واحد الضبابة خفيفة نازلة على المدينة، وإن كان الحرارة مرتفعة. دابا راه اللباس خفيف دابا باش كنتمشاو، ولكن دابا بلان دو سيور. تحياتي.